السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صح النوم على شاشة LTC. معكم محمد الغيتي، طاب مساءكم وأسعد الله أوقاتكم. النهاردة حلقة الاثنين 22 أكتوبر 2018، وكما العادة كل يوم اثنين بنفتح التليفونات للشكاوى. النهاردة أقول شكوتك لصح النوم، هنستقبل شكواكم سواء اللي جاي لنا عبر صفحة البرنامج أو عبر SMS أو عبر حتى الجوابات التقليدية. إلى أهم عناوين أحداث اليوم. السيسي يستقبل وزير خارجية لبنان ويحب حضور القمة الاقتصادية العربية ببيروت. تحت عنوان حماة الصداقة 3، النلاط المصرية والروسية تنفذان عمليات مشتركة. 10 شائعات نفتها الحكومة في 8 أيام، ورئيس الوزراء يحل أزمة شراء القطن. أسعار تشتعل بالسوق، ووزير التموين مفيش حد بيطبخ بطماطم بره. رئيس مجلس النواب يكشف مأساة رسائل الدكتوراه في مصر. العامة للاستعلامات تكشف تفاصيل جديدة في قضية السائح البريطاني. الشورى السعودي يطالب بمحاسبة قتلة خاشقجي ويرفض تسييس القضية. والمصريون يطلقون هاشتاج معاكي يا سعودية. صح النوم يا محافظات. بلطجية يقتحمون حمام ذهب الأثري في الأسكندرية، وسقوط حاملة سيارات بالبحر. موظف ببريد قليوب يقتل زميله وينتحر بسبب الفلوس. سقوط القط العقل المدبر في قضية استغلال الحاج سعدية بالدقهلية. وفاة مدرس أثناء طابور الصباح بأسيوط. والقبض على بطل مصر على قتلة بطل مصر للمصارعة بالفيوم. عين على السوشيال ميديا. نشطاء ينشرون صور جنازة سوار الذهب على منصات التواصل الاجتماعي. وجواز سفر إرهابية يفضح تزوير قطر لجوازات سفر الإرهابيين. فاصل إعلاني وأنا أعود لحضراتكم. محدش غير شاشة LTC وصح النوم. أهلا بحضراتكم. النهاردة الرئيس فتح السيسي استقبل، يعني طبعا هو كان استقبل عدد من سفراء الدول العربية في حركة تجديد أو تغيير دبلوماسية لسفراء الدول في مصر. اجتمع بسفير الجمهورية اللبنانية جبران باسيل ووزير خارجية اللبنانية جبران باسيل، وأيضا عدد من الوفد الدبلوماسي اللبناني بحضور سامح شكري وزير خارجية وسفير لبنان بالقاهرة. البيان رئاسة الجمهورية بيقول أنه وزير خارجية اللبناني جبران باسيل والسفير والوفد المرافق له عرضوا على الرئيس السيسي حضور القمة الاقتصادية الأوروبية العربية. القمة دي مهمة جدا وهتتم بيروت، لأنها بتحاس كل وسائل التعاون ما بين الدول العربية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية. من المعروف أن مصر كانت الحقيقة لها السبق في الاقتراب أو في فتح قنوات وجسور التواصل مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، خصوصا اليونان وقبرص وإيطاليا طبعا. وحصل قمة ثلاثية في الأسكندرية وقبلها في القاهرة، ورئيس زار هذه الدول عدة مرات. مصر هتكون عرابة القمة الاقتصادية العربية الأوروبية. القاهرة سيكون لها دور خطير ومهم جدا في فتح أفاق التعاون العربي الأوروبي. وأنا في رأيي وفي تحليلي المتواضع أنه ده مهم جدا لتكوين لوبي عربي أوروبي في مواجهة الغطرسة الصهيو أمريكية. من المعروف ان المواقف السياسية للاتحاد الاوروبي بتختلف عن المواقف السياسية لواشنطن، خصوصا في الوقت الراهن، وخصوصا بعد الاعلان المستفز لنقل سفارة امريكا الى القدس في تحدي واضح لعدالة القضية الفلسطينية والقضية العربية. فرنسا والمانيا الحقيقة كان لهم دور مهم جدا في الوقوف بجانب القضية الفلسطينية والوقوف في مواجهة الغطرسة الصهيو أمريكية. ويمكن ده هيبقى على مائدة المؤتمر القمة العربي الأوروبي واللي اتكلم فيه النهاردة رئيس سيسي مع وزير خارجية لبنان. بلس أو بالإضافة إلى ذلك في الملفات الاقتصادية المشتركة. وخدوا بالكم برضو لبنان لها تاريخ من التعامل التجاري مع قبرص ومع اليونان. حتى الجالية اللبنانية في الدول الأوروبية جالية كبيرة جدا ومن أكبر الجاليات في العربية في أوروبا.
القمة دي هيشارك فيها حوالي 700 من 30 دولة، في مقدمتهم رؤساء دول وحكومات عربية وأجنبية. أنا معايا الكاتب الصحفي الأستاذ علاء حيدر، رئيس السابق لوكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ علاء أهلا بيك. أهلا بسعد. القمة العربية الأوروبية اللي اتكلم فيها النهاردة الرئيس السيسي مع وزير خارجية لبنان، في رأيك توقيتها مناسب وما هي أهم القضايا المطروحة على أجندة هذه القمة؟ طبعا القمة دي هتكون في غاية الأهمية. أوروبا احنا عارفين النهاردة بتبتعد عن أمريكا ابتعاد كبير جدا في كثير من المواقف، خاصة المواقف السياسية وحتى المواقف الاقتصادية، لأن شفنا أن أمريكا أصبحت النهاردة بتحاول أن هي تحقق مكاسب اقتصادية على حساب أوروبا، وأجبرت إنجلترا أن هي تنسحب من الاتحاد الأوروبي لإضعاف الاتحاد الأوروبي. فلأول مرة الدول الأوروبية بتشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت دائما ما تكون حليف ليهم، أن هي أصبحت تضعفهم اقتصاديا، خاصة ضغطها على الإنجليز أن هم يقيموا هذا الاستفتاء الذي أثر عن تقريبا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدعم من أمريكا. وأمريكا طبعا شفنا ترامب أياميها تحدث إزاي، وكما لو كان كما حدث نصر أن إنجلترا انسحبت من الاتحاد الأوروبي أو خدت قرار بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. فأعتقد أنه في هذا التوقيت في غاية الأهمية أن احنا نستطيع أن احنا نجذب إلينا أوروبا في وقت بتسوء فيه علاقات مع الولايات المتحدة، أو على الأقل لم تعد العلاقات بنفس القوة السابقة. لكن في نهاية المطاف رئيس عبد الفتاح السيسي أهم حاجة في كل هذا أنه هو بيهتم بالعلاقات الاقتصادية، دائما ما يضع السياسة في خدمة الاقتصاد. السياسة المصرية دائما توضع في خدمة الاقتصاد، خاصة في وقت مصر بتوقيف فيه مشروعات كبرى. كان عايز أقول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة للقمة العربية حتى الاقتصادية اللي ستقام في لبنان أدى اهتمام كبير جدا بها، لأنه لو تحدثنا عن الاقتصاد العربي مع مصر، المستثمر العربي هو المستثمر الأول في مصر. نعم. العربية السعودية هي أكبر مستثمر أعتقد بـ8 مليار دولار، يأتي بعدها الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعمان. فأنا عايز أقول إنه الاستثمارات العربية في مصر تعتبر في غاية الأهمية، وأيضا الاستثمارات الأوروبية. طبعا احنا بنتكلم عن الاستثمار الفرنسي والاستثمار الإيطالي، طبعا كمان تواجد كميات كبيرة من الغاز في مصر وتحول مصر إلى مركز لتصنيع الغاز، وده في غاية الأهمية. تصنيع الغاز، لأن كلمة تصنيع الغاز معناها إن ساعتك بيبقى عندك صناعة بتروكيماويات، صناعة البتروكيماويات دي هي اللي بتقدم يعني هي أساس نهضة الصناعات الحديثة كلها. كل الصناعات الحديثة، يمكن العربية السعودية تمكنت من دخول المملكة العربية السعودية تمكنت من دخول من مجموعة G20 أو مجموعة الـ20 الاقتصاديات الـ20 النهضة من خلال البتروكيماويات. يعني السعودية لديها صناعة بتروكيماويات متقدمة للغاية، برغم ان هي في حاجات تانية طبعا ليست متقدمة فيها، لكن شوف قد ايه صناعة البتروكيماويات نهضت بالاقتصاد السعودي وتمكنت من هي تدخله في الاقتصاد القوية. طيب عايز اسألك سؤال يتعلق بالسياسة، بما انه السياسة بنت عم الاقتصاد في هذه المؤتمرات. في مواقف سياسية متناقضة للدول العربية، يعني مثلا الرباعي العربي ضد قطر، وفي حالة اقطاب في السياسة، في حرب في اليمن، في سوريا، في كذا، في ليبيا. هل ده سيؤثر على هذه القمة اللي المفترض يحضرها ممثلين 30 دولة من العالم؟ يعني المواقف السياسية للدول العربية ستؤثر على أجندة هذا المؤتمر اللي هي أساسا أجندة اقتصادية؟ قطعا هيكون طبعا السياسة تأثر مليون المال، لكن اعتقد غياب سوريا في هذا التوقيت على اساس ان هناك خلاف شديد، وشفنا مؤخرا الخلاف السعودي السوري كان على الهواء، طبعا ممكن ان يؤثر. لكن انا عايز اقول ان الدول العربية جميعها تنبذ قطر، يعني كل الدول العربية تنبذ قطر. امسك مصر كده، ورئيس عبد الفتاح السيسي عندما قاد البلد او عندما كلفوا الشعب بقيادة هذا البلد، هتلاقي ان علاقتنا مع جميع الدول العربية علاقات جيدة جدا وفي غاية القوة والمتانة، باستثناء دولة واحدة. هذه الدولة بتنفذ سياسة صهيونية زي ما احنا عارفين، لان اذا كانت بتتحدث قطر عن الديمقراطية وعن لا عندها برلمان ولا عندها ديمقراطية ولا عندها احزاب ولا عندها اي حاجة، صحيح. هي بتنفذ سياسة، لكن صحيح. الناس حتى القطريين، الشعب القطري جميل، بيقول لك احنا لو لم نفعل ذلك سيكون البديل انه ياتوا بأسرة جديدة وحكام جدد وحكام. يا ريت يجوا يجيبوا، يا ريت. بشكرك جدا الكاتب بالصحفي الكبير استاذ علاء حيدر، رئيس وكالة انباء الشرق الاوسط السابق. النهارده كان في تحت عنوان حماة الصداقة 3، كان مناورات عسكرية مشتركة او عمليات تدريبية مشتركة للمظلات المصرية والروسية. الحقيقة وده برضو رسالة لكل من تسول له نفسه في المنطقة الاقتراب من السماء او البر او البحر المصري. سمائي فسمائي محرقة، دع مياهي فمياهي مغرقة، هو ده شعار هذه
المناورات او هذه العمليات ما بين القوات المسلحة المصرية وخصوصا قوى المظلات وقوات الابراج الجوي. الحقيقة النهاردة كان في عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة، تشكيل قوة ابراج جوي مشتركة فيها كفة الامكانيات المتيسرة لتنفيذ المهام المختلفة والقاسية وتحت كل الظروف، تدريب فني تخصصي على اسلوب الاعداد والتجهيز لمعدات الاسقاط المختلفة ما بين الحقيقة القوات الجوية المصرية وايضا وقوات المظلات وايضا القوات الروسية. نشوف فيديو ده سريعا كده عشان برضو دي رسالة لتركيا، دي رسالة لإيران، دي رسالة لإسرائيل، دي رسالة للمخابرات البريطانية. انا بقول بالاسماء، هذه المناورات رسالة واضحة للإرهاب، لقطر، لمن يمولون الإرهاب، للقاعدة، للإخوان، كل من تسول نفسه انه يقترب من سماء من ارض او من قطرة بحر مصرية. نشوف الفيديو. تحية لكل هؤلاء المقاتلين الذين يعني خدوا بالكم دي يعني عملية كاملة كأنها على أرض الواقع بيتم استخدام فيها أنواع الأسلحة المطلوبة في العملية شدة كاملة، حتى هتلاحظوا أنه في ناس بتأدي دور إرهابيين، في منورة كاملة، والمصريين في موضوع المظلات كمان والحمد لله في الإبرار الجوي ليهم دور كبير جدا في التاريخ العسكري المصري، من أفضل يعني سيبكم من الأفلام الأمريكاني، الجندي المظلات المصري من أعظم جنود المظلات في العالم، في العالم إن لم يكن أعظمهم. الحكومة النهاردة نفت 10 شائعات. طبعا المركز الإعلامي المجلس الوزراء بيقول إنه 10 إشاعات دول طلعوا في 8 أيام. أنا ما أعرفش هم قاسوها إزاي، يعني مثلا بيبقى في يومين مثلا بدل ما بقى في إشاعة في اليوم بقى في إشاعة ونص، أو في الأربع أيام بقى في إشاعة وربع، دي برضو غريبة أنا مش عارف هم حسبوها إزاي. في كل الأحوال وباختصار شديد وبكثافة شديدة هقول لكم العشر شائعات اللي تم نفيها في 8 أيام حسب مركز الإعلامي المجلس الوزراء. بيقول إيه؟ أول شائعة وقف معاش تكافل وكرامة، ها إزاي أنا مش عارف. تاني حاجة فرض ضرائب على المصريين في الخارج، دي أنا بقول الشائعات دلوقتي يا جماعة اللي هي شائعات غير حقيقية أكاذيب، وقدامكم يمكن الفيديو بيقول شائعات وحقائق. رقم ثلاثة قال لك الاستعانة بموظفين حكومي لتمثيل دور مرضى أثناء زيارة رئيس الحكومة البورسعيد. طبعا اللي طلع الشائعة دي يا إما شارب حاجة أصفرة يا إما مش عارف يعني بجد يعني إزاي هاو يعني إزاي برضو إنه رئيس الحكومة هيروح عشان يشوف ناس بتمثل دور عيانين، يعني هيقول له مغزى يجيب كومبارس من قهوة بعرة بتاع الفنانين ويقول له انت عايز انا عايزك في دور عيان، طب ما يقول له بقى تعالى تعالى في دور ميت مثلا، بجد مسخرة يعني، يعني حاجة لا تدخل عقل طفل. رقم أربعة أو يعني الشائعة رقم أربعة قال لك نقص شديد في الأدوية بمحافظة شمال سيناء. محافظة شمال سيناء من أكثر المحافظات اللي الحكومة بتهتم بيها لأنها عارفة أن سكان المحافظة مظاليم أساسا وتعبوا يعيني من محاربة الإرهاب ومن اللي ماتولهم في مسجد الروضة، يعني محافظة منهكة. فأقل حاجة أقل حاجة أن الحكومة تعملها أنها بتهتم بتوفير الأدوية وتوفير المستلزمات. وعايز أقول لكم حاجة، القافلة بتاعت 100 مليون صحة النهاردة في شمال سيناء وعاملة جهد وعاملة يعني شغل عالي المستوى جدا، وفي جاي له ردود أفعال من شمال سيناء في منتهى الجمال. الشائعة اللي بعد كده قالك زيادة أسعار الدواجن المجمدة في الجمعيات الاستهلاكية غير حقيقي. قالك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم غير حقيقي. قالك تعرض القاهرة الكبرى للسيول شديدة الأيام القادمة. هي من إمتى القاهرة بتتعرض للسيول؟ لم نرى في تاريخ القاهرة أساسا السيول بمعنى سيول، يعني السيول معروفة انها موجودة فين، مناطق مخرات السيول، الجبال، الصعيد، البحر الاحمر، يعني الحتت دي. الشائعة اللي بقت رقم 8 نفوق المواشي بسبب فساد الامصال الحكومية غير حقيقي. شائعة رقم 9 توحيد المناهج بالجامعات المصرية، ودي برضو شائعة برضو نص كم قوي، يعني هتبقى مثلا يعني ايه توحيد المناهج بالجامعات المصرية؟ يعني اللي هيدرس طب زي اللي هيدرس هندسة زي اللي هيدرس حقوق زي اللي هيدرس اداب، ولا يعني برضو غير منطقي. رقم 10 اغلاق صفحات المدارس على الفيسبوك، وده مش حقيقي ايضا. بمناسبة المدارس النهاردة كتير من المواقع والصحف نقل تصريح للدكتور شاوي بيقول المدارس غير مؤهلة لتطبيق نظام التعليم الجديد وجري تحريك المياه الراكد. في ناس خدت الجزء الاولاني
ما خلي إشاعة خلصت يا أستاذ محمد بقى غير الصورة. ناس نقلك على لسان وزير التربية والتعليم إن المدارس غير مؤهلة لتطبيق نظام التعليم الجديد، وهم واقفين على طريقة لا تقربوا الصلاة. يعني بدل ما يكمل الآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا ده قايل لك كده ولا تقربوا الصلاة، يعني كده الصلاة حرام. نفس المنطقة أما يقول لك طارق شوقي بيقول المدارس غير مؤهلة لتطبيق نظام التعليم الجديد، طب هو الراجل عمل نظام ليه؟ طب هو قاعد ليه ما دام مدارس غير مؤهلة؟ طب وبعدين المدارس غير مؤهلة إيه المطلوب؟ يعني تحس كده جملة طايرة ملهاش معنى، جملة طايرة بتبقى ملهاش خبر، يعني مبتدأ من غير خبر أو فعل من غير فاعل ومفعول، حاجة غير منطقية. لكن هو بيقول جاري تحريك المياه الراكدة، بمعنى إن المناهج إحنا حطيناها أو نظام التعليم الجديد إحنا حطيناه وعارفين إن المدارس الحالية مش هتقدر تطبق هذا النظام بنسبة 100%، فإحنا بنحاول نحرك المياه الراكدة، يعني نتحط هذا النظام على أرض الواقع ونجربه. وتفسير الكلام إنه لو حصل في أخطاء، الأخطاء دي بيتم تداركها كأي نظام تعليم جديد. طبعا الدكتور طارق شوقي تعرض لحملة شعواء من السخرية برضو غير مقبول أو غير معقول. يعني طلع لك بوتين بيكلم دونالد ترامب بيقول له أنت عندك فكرة هو نظام التعليم اللي قاله وزير التربية والتعليم المصري إيه السر اللي فيه؟ طب هيطلع إمتى؟ دي كلها كوميكسات نازلة على السوشيال ميديا بعد ما الدكتور طارق شوقي قال لك ده هيبقى نظام يعني العالم كله هيتعلم منه. في بعض التصريحات ممكن تكون بحسن نية أو قصد، لكن طبعا بتلتقط بسوء نية شديد. مشكلة شراء القطن مشكلة عويصة للفلاح المصري، خصوصا وإحنا يعني القطن المصري ده كان هو والسينما أهم مصدرين للدخل القومي المصري حتى ثورة يوليو 1952. السينما عليه العوض هي والمسلسلات، واتمنى حد يصحى كده ويقول لنا عندهم استعداد الدوله والحكومه تحيي مره اخرى الانتاج الدرامي والسينمائي والثقافي. دي قوتنا الناعمه اللي بتحتضر وللاسف وبتنهار الان. وانا بقول ده لرئيس الحكومه الدكتور مصطفى مدبولي، هو راجل اقتصاد ورجل علم واكاديمي، لكن مهم جدا يا دكتور مدبولي تجيب قول الامر فيما يتعلق بملف السينما والمسلسلات والثقافه. دي قوتنا الناعمه اللي بتنهار دلوقتي، بتنهار وبتحتضر واللي شغالين فيها الاف ومئات الالاف من الاسر يعني بيعانوا العوز والجوع وقاعدين في البيت. بجد انا بتكلم بجد، السنه دي 2018 نكسه السينما والدراما التلفزيونيه المصريه للاسف الشديد السنه دي، ودي قوتنا الناعمه. الثقافه عليكم على الارض، المسرح بقى وغناء وموسيقى وفن تشكيلي وكل وادب وروايه في الارض، دي كانت قوه مصر الناعمه الحقيقيه في الارض 2018. والحكومه على عيني وعلى راسي تهتم بالطرق والمزارع والمصانع والتكنولوجيا والطاقة الشمسية والمتجددة والضبع، عظيم كل ده، لكن كل ده لن يجد إنسان يحميه إذا كان إنسان ما عندوش وعي وثقافة، إذا كان إنسان ما عندوش فيجن، ما عندوش ذوق فني، مش راقي ثقافيا، مش متحضر، كأنك بتجيب إنسان حجري تمسكه أيباد من العصور الوسطى بالظبط كده. فقوة الناعمة المصرية بتنهار دلوقتي. طيب اللي زمان كان برضو مصدر دخل القطن، النهاردة احنا بدأنا نعيد عهد القطن المصري طويل التيلة واللي كان مفخرة لنا في العالم كله. فلاحين زرع قطن زي ما قلت لهم الحكومة والوزارة، فما لقوش حد يشتريه. فلاح اضعف واحد في الحلقة النهاردة بالمناسبة، اتمنى الدكتور ابو ستيت يعني ياخد باله من الحكاية دي. رئيس الحكومة قال لك لا انا مش هسيب الفلاح يموت، عمل اجتماع النهاردة مع وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والزراعة وإصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام. كل المجموعة دي مهتمية بالدايرة أو بالسلسلة بتاعت منذ زراعة القطن وتسويقه وبيعه وكذا وتصنيعه، وقرروا حقيقة قرار جريء أنا بحيي عليه رئيس الحكومة، لأن احنا من الأسبوع اللي فات بنتكلم في المشكلة دي، ان هم يعني البنوك المصرية هتقوم بشراء هذا المحصول من المزارعين على ان تقوم لجنة القطن المصري او جمعية منتجي الاقطان المصرية بطرف وسيط ما بين البنوك وما بين التسويق. اذا مشكلة القطن المصري النهاردة الحمد لله اتحلت، وهيشترى من كل اللي زرعوا قطن بعد ما يعيني حسوا بخراب بيوتهم الايام الماضية.
انا عايز اوريكم جزء من فيديو كده احد البرامج العربية سجل مع حد بيبيع المنسوجات القطنية المصرية في امريكا. شوفوا بينظروا للقطن المصري ازاي. فيديو بصراحة لازم احيي هذا المذيع الجميل، اعتقد اماراتي اسمه احمد شقيري باين. انا بقى الواقعة دي اقسم بالله انا عشتها في امريكا. احنا داخلين مول في جنب في نيوجيرسي وبنجيب هدوم، فالبياع بيقول لي انت من مصر؟ قلت له قال لي ما جبتش معاك شوية قطن؟ قلت له قطن؟ قال لي هنا اغلى قطن هو القطن المصري. الملاية بتتباع ب 2000 دولار. الملاية اللي احنا ممكن نكون بنشتريها هنا ب 150 جنيه مثلا بتتباع 2000 دولار، يعني كام يا شباب؟ تتكلم في 35 في 40,000 جنيه مثلا ولا 36,000 جنيه حاجه كده. 36,000 جنيه. اللي بيقوله عن القطن المصري له علاقه بالمناسبه احد الاسرار التي لم تكشف عن الاهرامات. في اسرار كتير جدا لم تكشف عن الاهرامات. في اسرار كتير لم تكشف عن التربه المصريه وعن القطن المصري. وعشان كده ربنا يسامحه منه لله حسبي الله ونعم الوكيل يوسف والي، اذكروا هذا الاسم جيدا في التاريخ، من دمر الزراعة المصرية، من دمر القطن المصري. هو بالمناسبة عايش بيتعالج في مستشفى الزراعيين، بس الراجل ده لو اتحاكم على انه دمر حاجة واحدة القطن المصري. وبعدين ايه، لانه هو من الفيوم فيبدو كان عنده عقدة من زراعة القطن في الفيوم، فقام حول الاراضي بتاع الفيوم كلها، وكان بينزل انتخابات عن الفيوم لفراولة. يعني الميزه بتاعتنا اللي كانت بتجيب لنا عمله صعبه وبتخلينا في القمه في العالم، اما حول اراضي القطن لفراوله ألتون، دي كارثه، دي مصيبه، دي احد كوارث نظام مبارك، ان انت دمرت الزراعه المصريه. وشاهد ان راجل اجنبي امريكاني وراجل عربي الاثنين مش مصريين، قال الجيزه، وجيزه كلمه فرعونيه قديمه بتعني الارض الخصبه، فهو جاب كلمة ايجيبشن كوتون وايه ده بشكل عام القطن المصري، وجيزة ده نوعه ده صنفه، فيبقى ده رقم واحد في العالم. وقال لك جابوا البذور وزرعوها بره، ما انت عندك بقى في ده، انت عندك كاليفورنيا ونيجادا ومزارع معرفش ايه وامريكا، ما نفعش يطلعوا نفس الجودة. سبحانك يا رب، سبحان الله. يعني خد بذور القطن المصري دي من هنا، البذرة البذرة وكل الشتلات عامله زي البصمه الوراثيه، يعني حتى يقول لك العروه دي ليها بصمه وراثيه، دي ان ايه ما ينفعش تتكرر. يعني بذره القمح، احنا عندنا نوع في بذور قمح مصريه منذ الاف السنين. الله يمسيها بالخير الدكتوره العظيمه دي اللي كانت بتتكلم نعمات عم تفضل عن الحكايه دي، ومعرفنا برضه بسبب السياسات الزراعيه المتخلفه والمدمره بوظت لنا الدنيا. في كل الاحوال النهارده الحكومه حلت، لان موضوع القطن ده موضوع طويل، حلت مشكله المزارعين، وده شيء جميل، دخلت البنوك لشراء القطن بالتعاون مع منتجي الاقطان. معانا الحاج حسين ابو صدام نقيب الفلاحين. يا حاج حسين، خط قطع. طيب حاول نكلمه تاني. النهارده وزير التموين عمل الحقيقه يعني خطبه كده عصماء في محافظه البحيره، وانا بيعجبني الدكتور عالم صلحي لما بيخرج على النص بيقول حاجات كوميديه لطيفه. من ضمن الحاجات هو قالها طبعا، قال انه ما فيش، مش هنزود، مش هنلعب في منظومه الخبز المدعم، مش هنزود، ودي مساله امن قومي. ده كلام رائع جدا. وقال انه سعر الخبز المواطنين على طاقه التموين 5 قروش للرغيف دون زياده ولا تفكير بالمساسه به مراعاه لمحدودي الدخل. كلام محترم. وبعدين دخل بقى على موضوع ايه، وقال لك قال لك من يشعر بان هناك لعب في منظومه الخبز او حد بيديله الخبز اكتر من 5 قروش يتكلم على رقم 16528 ويقول شكوته او يقول مين اللي بيلعب في منظومه الخبز. 16528 يا استاذ محمد حطه عندك، يعني ده كلام وزير التموين عن اي حد يحس ان في منظومه الخبز فيها مغالاة في السعر، فيها لعب، فيها كذا، في الوزن مش مظبوط، يتواصل مع هذا الرقم اللي معمول للعيش بس، معمول للخبز فقط، 16 5 28.
ماشي. بعد كده بقى اتكلم عن البطاطس واتكلم عن الخضار، وقال لك ارتفاع سعر البطاطس بسبب تعطيش الاسواق من بعض المنتجين. طيب نفس الكلام قالته شعبة الخضروات. يعني الحلقة الوسيطة بين الفلاح الغلبان، ولا زلت اقول ان اضعف حلقة في المزروعات المصرية وفي السلع المصرية بشكل عام حتى هو الفلاح. فلاح بيطلع روحه بيعرق بيتعب بيعزق، وبعدين يشترى منه بهامش ربح بسيط جدا، وفي اوقات كتير بيخسر زي ما حصل في الطماطم والبتاع ده والقطن مثلا. وبعدين يجي بقى الناس اللي مش عرقانه، اللي ما مش واكلها بالشقه، اللي هم التجار والسماسره والوسطاء. دول الفئه الاكثر جشعا وطمعا، بالمناسبه مش في مصر بس، في كل دنيا. الفرق بيننا وبين الدنيا اللي بره المتنوره المتحضره العظيمه العادله، وهرجع تاني اقول في فقه الحاجه، في فقه اسمه فقه الحاجه او فقه المصلحه، يقول لك ان الله يدافع عن الدوله العادله ولو كانت كافره، ولا يدافع عن الدوله الظالمه ولو كانت مؤمنه. ده فقه المصالح المرسله، فقه. يعني لو انت السمسار ده بتحج وتعتمر والزبيبه قد كده هنا والدقن قد كده والكرش والجلابيه البيضة، ودول سمت مشترك لكل التجار اللي من النوع ده، وبتاكل سحت وبتسرق وبتغلي في الاسعار. عمر بن الخطاب لما لقى التجار في عام الرماده غلوا في الاسعار ثلاث اضعاف، يعني استغلوا قله الشح، ما كانش فيه قمح وما كانش فيه دقيق وما كانش فيه، فاللي كان عنده مخزن شويه طلعهم وغلى ثلاث اسعار. عمل ايه؟ جاب التجار علقهم في السوق واضرب يا جدع، وقال لهم علشان السحت اللي انتوا بتاكلوه الناس هتاخد ببلاش، الفقراء ياخدوا ببلاش. طبعا نحن لسنا في زمن عمر بن الخطاب الفاروق، لكن انا بتكلم عن المحتكرين والسماسره اللي والمحتكرين اللي المفروض يتضرب عليهم ويتضرب ايديهم وتتقطع ايديهم ويتحاكموا محاكمه عادله بقانون الاحتكار واستغلال السوق واستغلال الاسواق. وانا بطالب البرلمان انه يعمل ده ويجيب الحكومه يقول لها انت بتحكميش ليه؟ اربع هم بالمناسبه اللي متحكمين في البطاطس في مصر اربع معلمين يا معلم. اربع معلمين منهم واحد في اسمه حرف عين. يمكن عبد عزيز، عبد حكيم، عبد قادر، عبد حاجه كده. معايا نقيب الفلاحين حسين ابو صدام. يا حاج حسين اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك محمد بيه، ومنور الدنيا كلها وفلاحين مصر كلهم بيحيوكوا على كلامك الجميل. ربنا يكرمك. لا انا بجد متغاظ ان الفلاح هو الحيطه المايله، الفلاح الحيطه المايله. وبعدين الناس مش مستوعبه، احنا الناس متصوره ان هو سبب في غلاء البطاطس والطماطم، مع انه مش حقيقي. انا دلوقتي انا بقول للناس كلها يا باشا ان الفلاحين اتجننت، مش الطماطم اللي اتجننت ولا البطاطس اللي اتجننت، لان الفلاحين دلوقتي ما عندهمش بطاطس عشان الاسعار ديت. اكثر حاجه بتقسم ظهر الفلاح ان البطاطس النهارده ب 12 وب 13 جنيه والفلاح ما عندوش بطاطسايه. نعم. الفلاح المصري دلوقتي بيشتري بطاطس زي لان البطاطس دي موجوده مع مافيا البطاطس في الثلاجات. انا بطالب الجهات الرقابيه كلها تنفيذ القرارات القديمه بتاع وزاره الزراعه انه يمنع تخزين البطاطس بعد 20/10، لان في العروه دي بالذات مش بيبقى فيه بطاطس في السوق، فالتجار بتاخد البطاطس وتخزنها وتحتقرها. والاحتكار زي ما سمعت سعادتك من شويه دي جريمه كبرى كل الاديان قوانين بتعاقبها. نعم. مش معقول ان احنا دلوقتي كيلو البطاطس يبقى ب 12 جنيه اللي هي يعتبر اكل الغلابه. اللي هي ما فيش بيت لازم ياكل. اه والله العظيم اكل الغلابه فعلا، هي والفول، يعني الفول والبطاطس اكل الغلابه. احنا دلوقتي احنا بنحارب اكل الغلابه في الفول والبطاطس والطماطم، الناس مش عارفه تاكل ايه من التجار الجشعين اللي ما بتقدمش حاجه خالص. يعني الراجل اللي بيجيب طن تقاول بطاطس ب 4000 جنيه من بره. طيب. ويبيعه ب 16000 للمزارع. ومش عاين عليه كده كمان. طيب. ياخد البطاطس يحطها في الثلاجات. طيب. ده حرام يعني. حاج حسين النهارده الدكتور عمرو صحي وزير التموين والتجاره الداخليه بيقول انه الخضار والفاكهه بتيجي من الدلتا العبور وبعد كده بتروح التلت، احنا بنفسح الخضار، وبيقول ان ارتفاع السعر بسبب تكلفه النقل. راي حضرتك ايه؟ زياده لعلمك من السنه اللي فاتت مش السنه دي الفلاحين باعوا بطاطس ب 900 جنيه طن. يعني الكيلو مش واصل جنيه.
كان الفلاح بيخسر في الفدان 7000 ونص، محدش قال له انت فين. فالزراعه قلت، وبعدين العروه دي ما فيش عروه دلوقتي، البطاطس بتاع الفلاحين بتاع السنه اللي فاتت اللي كانوا باعوها ب 75 قرش الكيلو، التجار دلوقتي بيبيعوها ب 14 جنيه، لكن تكلفه نقل ايه اللي هتغلي كيلو البطاطس من نص جنيه ل 14 جنيه. طب انتوا ما تعرفوش يعني تعملوا حلق يعني حلقه يعني بالمناسبه ده موجود في كل الدنيا بالمناسبه، ان جمعيات الفلاحين ونقابه الفلاحين بتعمل نقل خاص بيها، يعني بتعمل شبكه نقل خاصه بيها عشان يعني يكونوا جزء في العمليه الاقتصاديه. احنا دلوقتي يا باشا بنعاني من الروتين، لما اي حد يعني بنفتح منافذ اي حتى محافظ يقول لك المنافذ دي تبع ايه ونظام ايه. احنا دلوقتي عايزين وزاره التموين نفسها، وزاره الزراعه تشغل المنافذ وتيجي تاخد الحاجات من الفلاحين في الغيط وتبيعها للمواطن على طول. ده كلام نمنع الحلقات الوصيله دي عشان نرتاح من عمليه النقل والكلام. طيب اللي بنتكلم. بشكرك يا نقيب الفلاحين الحاج حسين ابو صدام. نسمع جزء من كلمه الدكتور علي مصلحي، لانه برضو قال حاجه غريبه، انه بيقول انه عايز يحول الطماطم او القوطه زي ما قال لصلصه، وبيقول ما فيش حد بره بيطبخ بالطماطم. نشوف كده. يعني هو في حس كوميدي عند الدكتور علي مصلحي يعني جميل، بس شر البريه ما يضحك بصراحه. انا كنت اتمنى من السيد الدكتور علي مصلحي، خصوصا ان هو كان ملحق ثقافي وتعليمي لينا في فرنسا، شوفوا التجربه الفرنسيه، شوفوا التجربه الفرنسيه، شوفوا الوزير المختص مع الحكومه بيعملوا ايه في اسواق الخضار المجمعه والفاكهه اللي هناك. انا بقول ده لان انا والله شفته بعيني، وشفت يعني، واعتقد سامعني الحاج صالح فرود رئيس الجاليه المصريه في فرنسا، احنا شفت البلديه داخله بعربيه فان كده صغيره في السوق، وانت تحب تاكل الفاكهه وهي معروضه هناك في السوق المجمع في فرنسا، معاهم بتاعه كده بيقيسوا بيها الخضار، يعني ليها بتاعه كده عامله زي المغرفه ليها ثقوب، يحط يشوف مكان الطماطميه بمواصفات الطماطميه او الخخايه او البرقوقايه او البرتقانايه، يعني معايير قياس الفاكهه دي مش موجوده عندنا. فعشان يقول لك والله في الف وفي ب وفي ج في فرنسا بالمناسبه، يعني في الف اللي في الجوده وب وج، دي ليها سعر ودي ليها سعر ودي ليها سعر، وبيحددوا الاسعار. عشان انا ملاحظ كده كل المسؤولين، كل الدنيا، كل ما اسال وزير او غفير او مسؤول يقول لك ده انا عرض وطلب، ماشي يا عم، على عيني وعلى راسي النظام الراسمالي بتاع العرض والطلب والمنافسه الشريفه الشفافيه. بس الناس تعمل ايه لما تلاقي محتكر؟ ما انت مش مطبق قانون الاحتكار، ما بتعملوش، فانت الربح هتروح لاي حد 20 يا سيدي في المية او 15 ابقى عارف، انما مش واحد محتكر الموز يخليه لي الموز ب 30 جنيه يعني اقول ايه؟ او يخلي بطاطس لاول مره في تاريخها ب 16 17 جنيه. طب حل لي مشكله سلاسل المواصلات دي، ما انت قلت هتحلوها، ما اتحلتش ليه؟ انما هنسيب التجار يهروا ظهر المواطن اللي ما بقاش يعني خلاص جلد على عظم؟ ما ينفعش يا سياده وزير التجاره الداخليه. معانا مين؟ مين؟ ام احمد من الغربيه، ماشي، اتفضلي يا ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اهلا بيك استاذ محمد. اهلا بيك يا حضرتك. اهلا وسهلا، اتفضلي. لو سمحت استاذ محمد، ولا انا ابني بقى له 5 سنين في السعوديه مش عارف ينزل. اسمه ايه؟ ما فيش داعي للاسم، اسمه احمد. طيب مش عارف يجي ليه، محبوس يعني في حاجه ولا ما؟ لا هو مش محبوس، هو ما الشركه هي اللي عامله له ايقاف خدمات وعامله له منع من السفر. طيب بقاله مس سنين. والنبي يا استاذ محمد انت اخويا، والله انا ما بحب الا انت، ربنا يكرمك. ده شرف ليا والله، ابوس رجلك يا استاذ يا فندم. لا بعيد، عفو يا فندم، العفو حاشا لله. والنبي وصل صوتي للسيسي، وصل صوتي. بص انا وقعت من السما، ما فيش حد الا انت. طيب معاكي بس ورقه وصورته وجواز سفره والتفاصيل دي، واحنا نتواصل مع السفاره السعوديه، ولسه في سفير سعودي جديد محترم نتواصل معاه وان شاء الله نشوف حل المشكله. يا استاذ محمد انت اخويا يا استاذ محمد. يا فندم شرف ليا، بس خليكي معايا، زملائي في الاعداد هياخدوا كل الورق بتاعه، مهم جدا، ويا ريت لو في وسيله اتصال بالشركه او باي حد موجود تبعه هيك. بشكرك، وان شاء الله يا رب يفرج كرب ابنك في الغربه ويرجع باذن الله لحضنك يا ام احمد. مين؟ عرفات، اتفضل من الدقهليه. عرفات ماشي، اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. اتفضل يا فندم. اتفضل. الو. ايوه سامعك، اتفضل. اتفضل. مشكله في القلب. اه عندي مشكله في القلب وكاشف، وعامل عندي مشكله في القلب وعامل تحاليل. اه
ورحت عملت حلوه وتعبان وعندي اغماء مفاجع على طول وهبوط. انت عندك كم سنه؟ عندي 19. انت طالب يعني ولا ايه؟ لا على طول. انت طالب ولا انت بتدرس؟ بتدرس في كليه ايه؟ انا لان مشكلتي ان انا عايز احول من معهد لمعهد. حصل لي تنسيق غلط. معهد ايه؟ غلط عن معهد مشاهد بحريه بورسعيد. وانا ظروف اهل الماديه ما تسمحش ان اروح هناك لان مريت بورسعيد غاليه وليش انا غاليه. طيب انت عندك مبادرة 100 مليون صحة، عاملين قوافل صحية في بورسعيد هذا الأسبوع. أنا رحت معهد ناصر من معهد ناصر. وبتعالج هناك مخ وأعصاب وقلب. ألف سلامة. وعندي اشتباه كانسر. ألف سلامة. وبعدين؟ الله يسلمك، فأنا حالتي المادية ما تسمحش إن أنا أسافر كل يوم وبيغمى عليا في طول الوقت. لا ما تجيش هنا، ما أنت عندك في بورسعيد بقول لك مبادرة قوافل الطبية بتاعت 100 مليون صحة. أنت من الأهلية ولا من بورسعيد؟ يا عرفات انت منين؟ حضرتك انا الوحيد اللي رايح. يا حبيبي انت منين؟ انت ساكن فين؟ انا من ميدا ابو خالد مركز متغمر. يعني انت ده اهليه. من ميدا ابو خالد مركز متغمر. فهمت خلاص، هنكلم لك وكيل وزاره الصحه في مبادره 100 مليون صحه في قوافل موجوده ممكن ان شاء الله باذن الله تتعالج فيها ان شاء الله. خدوا تليفونه يا جماعه بعد اذنكم. سيده من اسكندريه اتفضلي. سيده ايوه وطي التلفزيون. عليكم السلام. وطي التلفزيون وكلميني من التليفون. وطي التلفزيون. ايوه وطي التلفزيون وكلميني من التليفون. ايوه فندم اتفضلي. لو سمحت استاذ محمد، انا فكتني في العجمي مشاكل السينيه. وبعدين الغاز داخلي بقاله فتره في المشاكل، وامين دخلي يعني وما يجيش الفلوس يعني تعايت عقدي. الوفقة اللي دخلها وفقة واحدة ب 260 جنيه التعاقد بتاعها. فانا رحت اتعاقد عليها لقيتهم عاملين وقفة، قال لي امال هيتخدم 120 جنيه وقال لي هيجي لك العامل يطلع على العداد. فانا جيت رحت سالت عليه تاني. قال لي كانوا عاملين وقفة العمارة وما اشتغلوش. المهم الفلوس ضاعت مني اتوقفت يعني، وجيت اروح تاني اتعاقد عليه تاني خد 120 جنيه وفي الاخر قال لا دي الوكه بقت يعني هي مشكله تركيب عداد يا ست سيده. تركيب عداد؟ لا تركيب أنا عداد؟ عداد امتى؟ مركبين لي عداد ومدخلين لي الغاز وشغاله بيه. امال ايه المشكله في ايه؟ هو كده الوكه ب 260، الوكه 260 هو دلوقتي عاملها مغلينها مخلينها ب 1800، انا معيش 1800. فهمت. طيب لو انا قصرت لك المبلغ عندك استعداد؟ طب خدوا تليفونها يا جماعه. عبير من الجيزه. يا جماعه يعني في اللي بقى من فضلكم عشان الاتصالات كتير في عجاله، نكثف بس بخير القلم ما قل ودل. عبير جي اتفضلي. عبير عبير ايه بس اتفضلي، انا سامعينك اتفضلي. ايوه انا كان اخويا ريح اولو كان بقى العربيه بتاعته، عربيه استاذ محمد يعتبر اخر موديل. يعني المهم طالع على شغله واعترضته السواقين الميكروباصات اللي هو على كوبري زاهيه. دي مفيش وحده مرور فيها خالص. تمام. والكوبري كان قاله 3 شهور من النادي الكبير ما كانش فيه اي سور حديدي. في اشاره توجهه انت بعت لنا صور ان الكوبري مفتوح ويعني ما اتعملش يعني. ما اتعملش خالص الا يوم الحصه بتاعت اخويا بورا كانت حزينه جدا. طب اطلع لي وريني الصور كده. طيب الكوبري. اخوك عامل ايه دلوقتي؟ مات. وايه لا حول ولا قوه الا بالله ان الله لا يرجعون. طيب انا دلوقتي عايز حق اخويا وانا بديل كل مسؤول بالفعل او بالتقصير. انا مش عايزه فلوس، انا عايزه حق اخويا من المسؤولين ديت. الله يرحمه. انا دلوقتي في نار، البلاد كلها في نار، بلاد كروك كلها عندها حاله غضب. والكوبري حق اخويا فين؟ حق اخويا مهدور. واتوقف من المسؤولين كبار قالوا لي لا مش هينفع انك انت تقولي حاجه زي كده. الكوبري كان مفتوح بقاله 3 اشهر وفي العيد الكبير كانوا حاطينه بحبل غسيل. كانوا عاملين الكوبري ده بحبل غسيل اقسم بالله. لا اله الا الله. محمد رسول ولا زين الشباب، زين الشباب اخويا ده، زين الشباب طبعا، زين الشباب بلاد دكرور. انا والله قلبي معاك يا عبير، مش عارف اقول لك ايه. بقاء لله مات شهيد وبعزيكي وقلبي معاكي وربنا يصبرك ويصبر اهله، بس طبعا دي جريمه. انا ما اعرفش اللي مسؤول عن هذا الكوبري الشركه المنفذه ولا اللي استلم الكوبري من المحافظه
ولا الحي ولا الهندسة ولا الإدارة الهندسية أيا مكان. يعني أنا يعني أنا لو مكانك عبير أو شايفين ده يعني هو كان راكب حاجة يا جماعة ونزل من فتحة الكوبري مات على الأرض ده كده معناه كده صحيح. العربية العربية حاجة صعبة قوي حاجة صعبة قوي. أو ده الإهمال يقول لك بيت المهمل يخرب قبل بيت الكافر ده الإهمال. مين المسؤول بقى كده؟ أخوه عبير ضاع دمه بين القبائل. مين المسؤول؟ أنا شخصيا بأطالب أحد المحامين نرفع قضية على العمل الكوبري بصراحة. مريم من اسكندرية تفضلي يا مريم. ألو أهلا بيك تفضلي. أنا كلمت حضرتك المرة اللي فاتت. تمام فكريني يا مريم. أنا محتاجة جهاز سمع وعايزة دكتور تكميل عشان يشوفني. أنت عندك كم سنة؟ 13 سنة. أنت بعت لنا فيديو أنت في عيب خلقي عندك في الوجه. أيوه تمام. احنا كلمنا دكتور فعلا وابدا استعداده العلاجي. طب نشوف كده يا جماعه جزء من فيديو مريم. اتكلمي يا مريم. ده الفيديو بتاعك. ده انت بقى حاسه بانه يعني ما بتعرفيش تتنفسي ما بتتكلميش كويس. وماما بقرق او حاجه بلاقي الناس دايما بيتريقوا عليا. الناس تتريق عليكي ليه؟ ما هو اللي بيتريق عليكي ده كان ممكن يبقى كده ويقول ايه؟ وبكافة اروح المدرسة وكده عشان صحابي وكده. انت عندك كم سنة؟ 13؟ طيب خليكي معانا. انا معايا الدكتور اشرف حسن رحميل. احنا بعتنا له الفيديو بتاعك يقول لنا رأيه. يا دكتور اشرف مساء الخير. استاذ محمد زي حضرتك اهلا بيك. قول لي انت حضرتك شفت فيديو مريم؟ شفت فيديو مريم بس انا محتاج شويه صور اوضح شويه. ومحتاج كل التحاليل اللي هي عاملاها. ان شاء الله الامور نقدر نتصرف وربنا يكرمه ان شاء الله ونلبس حالتها ونظبطها ان شاء الله بيه. يعني حضرتك والفريق الطبي اللي مع حضرتك عندكم استعداد تعالجوها ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله باذن الله. مش عارف اشكرك اي حبيبي. لا خالص اطلاقا. انت ربنا يكرمك لا والله يكرمك انت وتعالوا في ميزان حسناتك. هنبعت لك نمره مريم وبرضه هنديها نمره حضرتك. سامعاني يا مريم؟ معاك. الدكتور اشرف حسن ابدا استعداده لعلاجك. قولي له شكرا او ربنا يخليك او يبارك فيك. ربنا يخليك يا رب. طيب يا حبيبتي. شاكرين دكتور اشرف حسن جراح التجميل. وان شاء الله يا مريم بعد ما تخفي ان شاء الله يعني نصورك فيديو احسن من ده ونستضيفك ان شاء الله وربنا يكمل شفائك على خير ان شاء الله. وانا بقول بس للناس اللي بتسخر احنا معقولة يعني مش قادر اتصور انه في طفل او تلميذ يشوف زميل او زميلة اللي هو عنده عيب خلقي ويسخر منه بدل ما يقول الحمد لله ويدعيله بالشفاء. ما دي ثقافة. وبالمناسبة مش هتلاقوا حد بيسخر من واحد عنده عيب خلقي او مشوه في بلاد الملحدين. بتلاقوا ده عندنا احنا وبندعي الدين وبندعي الاسلام وبندعي المسيحية وبندعي التدين واحنا ملناش علاقة لا بربنا ولا بالدين. البنت بتقول لك بيسخروا مني في المدرسة. المدرسة اللي المفروض تعلمه ان هو يتعامل برقي مع حالة زي دي. اي مدرسة بقى واي مدرس واي تعليم واي منهج يا وزير التربية والتعليم. انا والله عندي شكاوى كتير جدا من ناس ذوي اعاقة بيخافوا يروحوا المدرسة عشان زملاتهم بيسخروا منهم. وطلعوا لنا تعبير جديد السنه دي اسمه التنمر. طيب عملتوا ايه بقى في ظاهره التنمر؟ لسه موجوده ظاهره التنمر. مين يا فندم؟ مين معايا؟ ناصر من الدقهليه. اتفضل يا ناصر. ازيك يا استاذنا الفاضل؟ اهلا بيك يا فندم. ناصر حضرتك. اتفضل اهلا وسهلا. حضرتك احنا عندنا مشكله ده. احنا من القريه دار السلام مركز المنزله الاهليه. عندنا مسجد بناه من 25 سنة وعملنا له كل حاجة. جيت الأوقاف استلمته. يوم الأوقاف ما استلمته لحد النهاردة الفرش بتاع الجامع المكت بقى ريحته زي المجاري. طبعا من ساعة الأوقاف ما استلمته ده في أي منطقة يا ناصر؟ وغيرنا فرش. أنا البلد الوحيد دار السلام قرية دار السلام
مركز المنزهلية. المنزهلة اوكي. المنزهلة الاهلية قرية دار السلام. احنا كل اللي نطالب بيه ما طالبناش باي حاجة فرش للمسجد او الاوقاف كده عشان الناس تجيب فرش للمسجد. طيب هنكلم وزارة الاوقاف وكيل وزارة الاوقاف في الدقهلية حاضر وان شاء الله يستجيبوا للفرش المسجد. مسألة بسيطة يعني. مين تاني؟ عادل من الغربية اتفضل. في عجلة عادل اتفضل. عادل. اهلا بيك اتفضل. احنا بقالنا دلوقتي قاعده مرات بنكلم سيادتك استاذ محمد عارفين يعني المصداقيه في بتاع حضرتك تكون معانا دايما يعني خير. يعني اتكلمنا في موضوع المغفرين قول له حضرتك ان عندنا 20 كافيه في الوسط والموضوع قرار الثابت بتاع الامر كله بس انا بقى طبعا انا يا عادل الاسبوع اللي فات زي النهارده انت كلمتنا صح؟ ولا قبله استاذ محمد. لا انا فاكر كويس الاسبوع اللي فات لما انا استغربت انت اول مره كنت تقول ان في 20 كفيف في اسرتك. احنا والله ما بقدر اخواتي واولاد اخواتي مش تمام غريب. والله قلبي واجعني عليك واقسم بالله. احنا اتكلمنا مع المتحدث باسم وزاره التضامن بعتنا له تليفونك واسمك علشان الوكيل وزاره التضامن عندك يتولى اموركم ويشوف اموركم. ده يعني ده احد الحلول لو هم مش هتمشي ايه ما كانش حد معانا غيرك مش هتمشي صدقني ولا وزير ولا محافظ الا بحضرتك انت اللي هتمشي. طب يا انت ممكن تروح وكاله وكيل وزاره التضامن عندك بعد اذنك بكره؟ فين بقى؟ روح لوكيل وزاره التضامن عندك في الغربيه في طنطا بعد اذنك يعني ماشي؟ بكره وقول لي عملت ايه؟ اذا ما اذا الوزاره ما حلتش احنا هنشوف لك بقى ناس من اهل الخير ولا حاجه. وانا قلبي معاك والله وربنا يكون في عونك. مين؟ ايمان من اسكندرية. يا ايمان. طيب ايمان فصلت. النهاردة الدكتور علي عبد العالي اتكلم عن ظاهرة خطيرة ويمكن لاول مرة حد بيتكلم فيها بصراحة في البرلمان او في الحكومة. احنا كاعلام اللي كنا بنكلم كتير. وهي الدكتور علي عبد العالي رئيس البرلمان سماها مأساة رسائل الدكتوراه في مصر. انا مش عارف اسميها ايه بس دي مجال للفساد ومجال للوساطة ومجال للفهلوة ومجال كل ما تشاء من اوصاف انه للاسف الشديد رسائل الدكتوراه في مصر بيتم طبخها وبيتم يعني تنفيذها وبيتم انجازها بصوره اقل ما توصف بيه انها غير علميه طبعا الا من رحم ربك يعني وغير ادميه وانه المساله محتاجه لاعاده هيكله ومحتاجه لاعاده تنظيم. والحقيقه رئيس مجلس النواب قال انه سيتم فتح هذا الموضوع مع وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار اللي انا اعتقد ان هو عارف كويس قوي ايه اللي بيحصل عشان ياخد حد النهارده دكتوراه في مصر. ايه اللي بيحصل في كوارث يعني لدرجه ان النهارده النائب فتحي قنديل قال تعبير حلو قوي والنائب عن محافظه قنا قال ان لو زويل قاعد في مصر كان اشتغل سواق تاكسي طبعا بالمنطق اللي موجود هنا دلوقتي. بصراحه عايز اروح ل فيه مأساة كده حصلة. ادي النائب انديل من هنا. الاعلام برضو الدولي شوفوا خدوا بالكم بقى النهارده لان انا بصراحه عندما تذكر الاعلام البريطاني ويذكر جهاز المخابرات البريطاني اتحسس كل شيء بجد. بريطانيا طول عمرها نيتها مش خالصه تجاه مصر. المخابرات البريطانية طول عمرها بتصنع الشراك والمصايد لمصر ويبدو انه يعني يمكن محمد صلاح مو صلاح لما خد بطارنا منهم بصراحة وبقى هو امير القلوب هناك وده برضو مخلي في غصة عند الحكومة البريطانية واجهزة المخابرات البريطانية. انا بقول ده ليه؟ لانه لما بيبقى في اي سائح بريطاني يحصل له حاجة في مصر بحط ايدي على قلبي. من فترة كان في مشكلة السراجل والست العجوزة اللي حصل لهم حادثة وتوفوا والدنيا قامت وما قعدتش وطلع ان الموضوع فنكوش لكن الصحافة والاعلام البريطاني ما سبناش. النهاردة في قضية تانية كل الاعلام البريطاني بيتكلم فيها برضو سائح بريطاني مات تقارير يعني قبل ما جثمانه يرجع يروح اساسا عندهم في بلده طلعت الاعلام البريطاني يقول لك ايه ده جثته هو كان في الغردقه خدوا منها القلب والكليتين وانه ده سرقه اعضاء من مافيا تجاره الاعضاء البشريه في مصر وبداوا ينشروا ان دي مافيا دي موجوده في مصر. طب انا عايز اقول لكم حاجه المافيا دي موجوده في بريطانيا وفي فرنسا وفي كل حته
وموجودة في إسرائيل مليون ضعف اللي موجود في مصر. وإسرائيل هي البلد رقم واحد في العالم اللي بتعمل مافيا تجارة أعضاء. لكن هل يجرؤ الإعلام البريطاني أنه يتكلم عن مافيا تجارة الأعضاء في إسرائيل؟ لا، لأنه اللي ماسكين الصحف هناك كبريات ملكها يهود، من أول جورج سوروس لغاية تشاندلر وغيره. اللي ماسكين الإعلام البريطاني يهود أساسا، ماسونيين معروفين بالاسم. فدلوقتي الموضوع طبعا خد برضو تشويه رهيب جدا. وانا بقول للسيدة وزيرة السياحة، انت فين يا دكتورة مشاط؟ طبعا الدكتور ضياء رشوان تصدر القضية وطلع النهاردة بيان وقال انه ارسال، او بيقول ضياء رشوان رئيس هيئة العامة للاستعلامات، انه سيتم ارسال اعضاء الساحل البريطاني ديفيد هامفريز والذي توفي في مدينة الغرداء الى بلادي غدا. وقال ان الصحف الاجنبية استغلت فجوة عدم اخبار اهل السائح بان اعضاءه ارسلت للتحليل لتشن هجمة اعلامية على مصر، واشار الى ان التشريح حق نيابة وإجراء متفق عليها عالميا ولا شيء فيه، مضيفا أن الفجوة، لكن الفجوة أن الأسرة لم تبلغ بأن الأعضاء أرسلت لإجراء فحوصات للتأكد أن الوفاة طبيعية. أنا طبعا البيان، أنا مش متخصص الحقيقة عشان أقول في كلام علمي ده ولا كلام مش عارف، بس أنا كنت متصور أن وزارة السياحة تتصدى مش هيئة الاستعلامات، لأن الدكتور يا رشوان رجل صحافة وإعلان ما بيفهمش حاجة في الطب الشرعي. أنا كنت متصور أن الطب الشرعي المصري وزارة السياحة تكلفه نتصدر التشويه. في تشويه، وهي تشويه متعمد، وكأنهم يعيني يعني ما بيصدقوا، زي قضية خاشقجي كده ما بيصدقوا. الإعلام الغربي ما بيصدق، وطبعا ليه؟ مش هو الإعلام الغربي في حد ذاته، لأن في آلة جهنمية وراها قطر وتركيا وإيران ومخابرات البريطانية. وموضوع ان انا اقول بقى المخابرات البريطانية ليه؟ لان المخابرات البريطانية صنو الموساد وولاد عم وبيخدموا على بعض وبيتعاونوا في كل العمليات القذرة، ودي مسألة معروفة عالميا. معايا كبير اطباء الشرعيين السابقين الدكتور ماجد نمر. دكتور ماجد اهلا بحضرتك. ايه زي حضرتك انت يعني انا كنت مساعد كبير الاطباء الشرعيين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. لا يعني حضرتك خبرة عالمية في هذا المجال يعني. موضوع السائح الانجليزي ده والاعضاء حضرتك تابعته؟ ايوه يا فندم. ايه رايك؟ شوف حضرتك، احنا لما كنا بنشرح الجثه، وده الكلام ده متعلمناه بقى لنا 30 سنه وزياده، ومفيش سبب للوفاه، مفيش اصابات، فبناخد عينات للتحليل، وده معروف دوليا. يعني بناخد سعادتك مثلا انصاف الكليتين واجزاء من الكبد والمعده، بنبعتها للمعمل الكيماوي بتاعنا التابع للطب الشرعي ووزاره العدل، بنبحث وندور ونحلل على السموم والمخدرات واشباه القلويات السامه والكلام ده كله. بنكون مشتبهين في مثلا في حاله مرضيه في القلب، بناخد القلب وبنحطها في فورمالين وبنبعتها للمعمل الطبي الشرعي بالقاهره. يعني الاجراء اللي حصل ده سليم وعالمي وقانوني سليم للبقى. انا لازم افحص ميكروسكوبيا على الامراض اللي في القلب وخلق والاعضاء دي. تمام. وبنرجعها تاني. احنا اولا علميا وفنيا بعد الوفاه لا تصلح هذه الاعضاء للنقل. ايوه ايوه، ما بيحصل عمرها ما ينفعش تتحط في جسم علميا. علميا ما لهاش قيمه. تمام تمام. نقل الاعضاء يتم والجسد حي. تمام. انا بشكرك يا دكتور ماجد النمر، وارجو كلام الدكتور ماجد يتم ترجمته ويتذاع بقى في وسائل الاعلام العالميه، اتمنى. طبعا دكتور يارشون قال لك ان الخطا ان هم ما بلغوش الاسره بحكايه نقل الاعضاء للتاكد من سبب الوفاه، يعني الجزء ده. طب ده خطا مين برضو؟ احنا عايزين نعرف مين اللي ما بلغوش. ما احنا عايزين نعرف يعني مين، اي جهه في مصر ما بلغتش؟ يعني هل ده كان مطلوب مثلا ان جهه رسميه تبلغ السفاره البريطانيه في القاهره، السياحه مثلا تقول بيان، مش عارف الطب الشرعي المصري يقول يعني في حاجه غلط، يعني في حد اثر في الليله فالنتين احنا بنتشوه بره باختصار يعني. عندي فقره مهمه جدا، بس انا لازم اتكلم عن موضوع جمال خاشقجي. من المعلومات الجديده طبعا النهارده مجلس الشورى السعودي مطلع بيان رائع، قال نرفض تسييس الموضوع وانه لابد من محاكمه قتلة خاشقجي. ده مجلس الشورى اللي هو اعلى هيئه برلمانيه في المملكه السعوديه. برضو طبعا الملك ولي العهد قام بتعزيت اهل واسر جمال خاشقجي. شرطه اسطنبول عثرت على سياره دبلوماسيه سعوديه مركونه بعيدا عن القنصليه، دي معلومه جديده منذ عده ساعات، وبيشتبه انها ممكن تكون
فيها السجادة اللي فيها الجثة. لسه الشرطة السعودية الشرطة التركية ما قالتش، ولكن هم نزلوا صورة السيارة اللي المفترض انه غدا الثلاثاء هتكون جزء من بيان اردوغان عن القضية برمتها. دي صورة الايه السيارة اللي بعض المصادر الامنية التركية قالت انها شبه العربيات الدبلوماسية السعودية. لكن برضو النهاردة برضو ايه، طبعا عايز اقول لكم انه المصريين النهاردة عاملين هاشتاج معاك يا سعودية. لكن قبل ما اوريكم الهاشتاجات عايز اهو الهاشتاجات اهي، واحنا طبعا الشعب المصري قلبا وقالبا مع المملكة السعودية شعبا وحكومة طبعا، ومصريين نشطاء جدا على السوشيال ميديا في دعم الشعب السعودي. لكن في فيديو عندي مهم قوي 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 ان انا اطلعه لكم، الحقيقة برضو من الحاجات اللي كانت بتبين جهوانية، وربما يكون اللي جاي في الفيديو ده سبب الشجار كما اطلق عليه النائب العام السعودي اللي حصل ما بين ال 18 واحد وما بين جمال خاشقجي، او الحساب او الخناقة او ايا ما كانت ادت الى موته. يعني الفيديو ده كان جمال طالع فيه من مقابلة مع تميم، ما تميم ده وش شوم، شوفوا قال ايه بعد مقابلته مع امير قطر تميم بن حمد آل ثاني. نشوف الفيديو ده. اهلا وسهلا فيك. قناة العرب راح تطلع من الدوحة ان شاء الله. من الدوحة كيف كانت رسالة سمو الامير اليوم منافسة؟ الشيخ تميم قال يرحب، قال حتكون منافسة للجزيرة بيقول الامير الوالد، فنعم المنافسة جيدة ان شاء الله. الفيديو ده قبل اختفائه بعدة ايام او قبل ذهابه للقنصلية ليلقى حتفه يعني، وطبعا قلبا وقالبا قلب اي انسان ضد قتل او ضد الترويع او ضد اي شكل من اشكال التصفية، كما صار مع اختلافي مع كل تاريخه وتوجهاته وارائه. لكن النهاردة الشعب المصري مع السعودية الهاشتاج الجميل ده، والحقيقة عامل موقف من السعوديين برضو مع قضية مع السعوديين متضامنين جدا وحاسين بانه ده نوع من الرد الجميل ومن الشعب المصري. بس انا عايز اقول انه احنا وقفنا مع السعودية مش مسألة اداء واجب، ده مسألة استراتيجية من منذ القدم، وبعدين شعورنا ان احنا والسعودية في نفس الخندق ضد نفس الخطر. انت ضد الخطر الايراني والخطر التركي والخطر الاخواني والخطر المخابراتي اللي بيجيب لك الارهابيين في سيناء واللي عايز يشيطن المنطقة ويفتتها، فوضى الخلاقة. معايا الصحفي الكبير السعودي من السعودية محمد السعيدي من صحيفة عكاظ السعودية، الكاتب الكبير محمد السعيدي، اهلا بيك يا فندم. استاذ محمد يا هلا وسهلا. يعني اخر تطورات قضية خاشقجي على الصعيد السعودي والعربي؟ طبعا هي الان قضية في ذمة القضاء. نعم. بالتالي يجب أن يترك الأمر الآن للقضاء لكي يرد في الأمر، خاصة بعدما تم اختطاف مجموعة من المتهمين في القضية، وبالتالي أصبحوا الآن في ذمة التحقيق. واحتراما الحقيقة للنظام العدلي والقضائي يجب أن يترك هذا الموضوع للقضاء بالمدى دون تخفيف فيه. أما فيما يخص يعني الحملة الإعلامية التي استخدمت جمال خاشقجي كقميص للهجوم على المملكة العربية السعودية، نعم، هو أمر ليس بالمستغرب. نعم. لأن اليوم هناك هجمة هائلة في الغرب، نعم، تستهدف ليس فقط المملكة العربية السعودية وإنما الدول القديمة في المنطقة، نعم، التي استطاعت الصمود أمام مشروع التخريب، مشروع ما يسمى بالخريف العربي، أيوة، أو بالربيع العربي، أيوة. بالتالي هذا المشروع يراد أن يعاد تطوير من جديد للمنطقة، ولكن من خلال ثورة من خارج المنطقة. عندما تؤكد في تحريك الشعوب في السعودية وفي دول الخليج وفي بعض الدول العربية الأخرى، أو في مثلا عندما استعادت وعيها ورفضت إكمال مشروع التخريب، يراد أن يتم تطوير التخريب من جديد ولكن من الخارج بموجة أخرى، وتستخدم فيها هذه الكمية الهائلة والكثيفة من الإعلام، نعم، لتشويش على العقل العربي وعقل المواطن، نعم، وسيطر عليه وإخراجه في الشعب. طيب هذا معروف أننا نتعرض لهذه الحملة الشديدة، نعم،
أستاذ محمد، أنت سمعت أو قرأت عن السيارة التي قال مصدر أمن تركي أنه ربما تكون فيها السجادة اللي فيها جثة خاشقجي في أحد الأماكن النائية في إسطنبول؟ سمعني يا أستاذ محمد؟ سمعت، ولكن حجم التسريبات، حجم التسريبات التي تصدر عن الصحة التركية ثم تنفع ثم تحدث ثم تصدر تسريبات أخرى، الحقيقة يعني لا تعطينا يعني ثقة في المصادر الإعلامية. طيب غدا سيتحدث أردوغان عن الموضوع، هل تتوقع أن يأتي بجديد ويقول أين الجثة؟ ربما إذا كان يعني وصلت معلومات أن يتحدث، ولكن في اعتقادي أنه يعني ليس هو الموضوع الرئيسي في تركيا اليوم، موضوع يعني صحيح إنساني، ولكن هو يعني موضوع صغير بالنسبة لقضايا الشائكة في تركيا. هناك قضية طيب. طيب في عجالة، ما رأيك في الهاشتاج الذي أطلقه المصريون اليوم معك يا سعودية، في جملة في عبارة؟ الحقيقة أنه ليس مستغرب على الشعب المصري هذا الوقوف، فنحن نعتقد دائما أن مصر هي الجثة الأخرى للقلب السعودي، يعني لا يدخل بيننا إلا هذا البحر الأحمر، ولكن نحن قلبين يعني يدخل بيننا جثة واحدة، بالتالي لا يستغرب على هذا الشعب المصري العظيم يعني هذه المشاعر السابقة والمستجدة والقديمة. بشكرك جدا الكاتب الكبير محمد السعدي، الكاتب الكبير في عكاظ. يعني في عجالة كده عندي الحقيقة، النهاردة سقط المهندس القط العقل المدبر في قضية استغلال الحاجة سعدية، أخيرا الست جالها حقها والراجل اللي استغلها أسوأ استغلال اتقبض عليه النهاردة. برضو في اسكندرية سقوط حاملة سيارات في ميناء الاسكندرية بشكل غريب، يعني سبحانك يا رب. هتقولي كده الصورة شاحنة كبيرة شايلة عربيات كتير قوي، فالشاحنة مقدمتها اللي هي فيها السواق تقع، خدوا بالكوا ده غاطس، يعني كان ممكن يبلع المقطورة بالعربية لولا ان فيه وقع فيه، شايفين مركب فوق قد ايه، والعربيات الحمد لله ما نزلش في المية. يعني الصورة اللي صور يعني سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، يعني حاجة ولا في الاعجيب. يعني النهاردة معلمة اثناء وجودها في طابور الصباح في اسيوط توفت، يعني سبحانك يا رب، هي برضو ماتت شهيدة وهي تعلم التلاميذ بعد ان وقعت في دفتر الحضور قرية موشة محافظة أسيوط. هدى ميم ميم 54 سنة، الله يرحمها. معنا صورتها يا شباب. طيب النهاردة برضو المباحث البدرشين قبضت على عصابة بتسرق العربيات وبعدين تطلب من أصحابها فدية، يعني بيقولوا بنسرق العربيات ونرجعها لاصحابها لكن بفديه. النهارده العصابه كلها طيب طبعا من ضمن برضو الحاجات في السوشيال ميديا النهارده الدوحه، علشان تعرفوا مدى قذاره هذا النظام تنظيم الحمادين ده، في اعلاميه من اصل اماراتي اسمها الاء محمد الصديق. الاء دي حكايه جامده قوي، كادر ارهابي أسوأ من ايات عرابي ومن زينب الغزالي، من يعني دي كانت اهم شخصية اخوانية في الامارات ومنطقة الخليج، وكان دورها تقليب الخليج على بعضه، وكان دورها في انها تقوي التنظيم السري اللي كان بيعمل على تقويض دولة الامارات، وطبعا ده لم يحدث لانه في هناك عين حارسة في دولة الامارات، والحقيقة الشيخ محمد بن زايد يعني عامل مجهود رائع في تأمين الامارة. لكن الاء محمد الصديق هربت من الامارات بعد ما كان مطلوب القبض عليها، وبعدين راحت قطر، فقطر طلعتها لها جواز سفر سوري، وبعدين مطلعاها من قطر بجواز سفر سوري الى تركيا عشان توديها لندن عشان تقعد مع اخواتها هناك اللي هم كوادر الجماعه الارهابيه. عايز اختم حقيقه بعض مواقع التواصل الاجتماعي العربيه متكلمة بشكل رائع، السيرة العطرة لا تموت، يموت صاحبها لكن تبقى السيرة العطرة. سوار الذهب لو انتوا فاكرينه، رئيس السوداني الذي لم تخدعه السلطة، لم يغرق في بريق السلطة، وقعد فترته المؤقتة ومشي، ويمكن كان اللي يروح يحج او يعتمر، في ناس دايما تجيب سيرته ان هو كان بيحب يروح يملى للناس تشرب مية
وكان يمسح أحذية المعتمرين والحجاج. ده كان رئيس جمهورية. شوفوا لما مات جنازته كانت ازاي. هسيبكم مع هذا الفيديو بعد الفاصل، نلتقي مع ضيوفنا نتكلم عن أمر اقتصادي مهم جدا، و يعني يتعلق بالحفاظ على ثروة الشعب المصري خصوصا قطاع الأعمال، بعد الفاصل.